طيب المفروض بعد ما تخلص السكشن تبقى عارف ايه، تبقى عارف يعني ايه قيس ار، يعني ايه سرعة الترسيب، تبقى عارف ازاي بنقيس سرعة الترسيب، تبقى عارف ايه الحاجات الفسيولوجيكال والباثولوجيكال اللي ممكن تزود سرعة الترسيب بتاع كرات الدم الحمراء. الحاجة الأخيرة المفروض تبقى عارف الكلينيكال سيجنيفيكانس، يعني ايه أهمية الاي اس ار ليك كدكتور في المستشفى أو في العيادة. طيب بداية اريثروسايت سيدمنتيشن ريت، يعني سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء. الموضوع ببساطة وباختصار، لو جبنا أنبوبة ومسكناها كده بإيدينا وحطينا فيها كمية من البلط، أو ثبتناها على الجهاز بتاعنا وحطينا فيها كمية من البلط واستنينا ساعة وساعتين. طبعا حد يقول لي الدم يا دكتور هيحصل له كلوتنج، هيتجلط، اقول لك لا، احنا هنحط في الانبوبه مسبقا حاجه انتي كواجولانت اسمه صوديوم ستريت. الصوديوم ستريت تركيزه كام؟ مهم، 3.8%. طيب ونستنى ساعه. ايه اللي هيحصل بعد ساعه؟ المفروض ان الار بي سيز عشان كثافتها اعلى، دنسيتي اوف الار بي سيز اعلى من كثافه البلازما، اعلى من البلازما دنسيتي، الار بي سيز هتترسب تنزل لتحت. يبقى احنا بعد ما كانت الار بي سيز متوزعه في كل البلازما، في كل التيوب بتاعتك، هتلاقي الار بي سيز نزلت لتحت شويه، تسيب البلازما لوحدها فوق، يبقى اصبح عندك عمود لونه اصفر بسيط من البلازما فوق، وتحت ار بي سيز ريد كتير. فين المسافه اللي اتحركتها الار بي سيز؟ المسافه اللي فوق، يبقى سابت البلازما ونزلت تحت. المسافه دي اللي اتحركتها الار بي سيز هي اسمها سرعه الترسيب، او اللفظ الادق اسمه مسافه الترسيب، لكن هو مش ريت بمعنى ريت، لان الريت لو احنا حسبناه يبقى كل ار بي سيز بترسب بمعدل قد ايه في الثانيه الواحده مثلا. طب لو بصينا بعد ساعتين، سيبناها ساعه كمان، اعتقد ان الار بي سيز هيحصل لها مور سيدمنتيشن، يعني ترسيب اكتر، سيب مسافه بلازما اعلى، يبقى الاي اس ار او المسافه زادت. المسافه بتاع البلازما دي اللي فوق الار بي سيز بعد ساعه او ساعتين هي اسمها اي اس ار. يبقى انا هبدا بالديفينيشن بتاع اي اس ار، يبقى الديستانس سيدمنتد باي ار بي سيز ان مليمتر وين بوت ان فيرتيكال ستيشنري تيوب ات ذا اند اوف ذا فيرست اند سكند اور. المسافه اللي ترسبتها كرات الدم الحمراء بالمليمتر طبعا لو حطيناها في فيرتيكال تيوب بعد ساعه وبعد ساعتين. خلي بالك ان اي اس ار احنا بنقيس الكولم اوف بلازما، عمود البلازما اللي فوق الار بي سيز، محدش بيقيس الار بي سيز اللي اتجمعت تحت، ده اسمه حجم الار بي سيز او هيماتوكريت فاليو، ملناش دعوه بيه دلوقتي. الاي اس ار سرعه الترسيب هي الكولم اوف بلازما. طيب التكنيك اللي بنقيس بيه الاي اس ار او التيوب اسمها فيستر جرين تيوب. بنعمل ايه في التكنيك بتاعنا؟ بنجيب تيست تيوب او روبوت اختبار عاديه، وبنسحب من العيان بتاعنا 4 سي سي فينس بلاد، تمام، ومسبقا كنا حاطين ملي صوديوم ستريت 3.8% شغلانته انتي كواجولانت. عايز تعرف هيعمل ايه عشان يشتغل كانتي كواجولانت؟ ده بيعمل كالسيوم بريسيبيتيشن، بيرسب الكالسيوم في البلاد، والكالسيوم اساسا كلوتنج فاكتور نمبر 4 4، لما الكالسيوم يقل تغلط الدم هيقل، يبقى نو كلوتنج، عشان كده استخدمناه انتي كواجولانت. طيب بعد شويه هنسحب من التيست تيوب بتاعتنا جزء من البلاط دوت ونحطه في التيوب بتاعه الاي اس ار اللي هي فيستا جرين تيوب، لغايه العلامه زيرو، ونثبت التيوب بتاعتنا في وسط الجهاز. طب عايزين نثبتها في وضع فيرتيكال وستيشنري زي الديفينيشن ما بيقول، يبقى من فوق حد هيمسكها بكليب، يبقى الابر اند هتبقى فيكسد بكليب، كليبس يعني ماسكه الابر اند عشان تخليها فيكسد، واللور اند بتاعتها هتبقى مقفوله من تحت بسداده بتبقى جلد رابر ستوبر من تحت، وخليها في وضع دوت فيرتيكال ستيشنري بوزيشن لمده ساعه وساعتين، وتيجي تاخد القرايه بعد ساعه وبعد ساعتين. يعني ناخد القرايه فين؟ البلازما اللي سبناها قد ايه بعد ساعة، اللي سبناها بعد ساعتين، اعتقد بعد ساعتين هتبقى اكتر، ده طبيعي، انت سبتها سابت مسافة من البلازما ساعة، بعد ساعتين هترسب اكتر، تمام. طيب ندخل على نقطة مهمة، هو هل المسافة او الكولم بتاع البناء او مسافة الترسيب دي هتختلف من مين لفي مين؟ اقول لك ليه، لان الاي اس ار المفروض
مبدئيا لو انت بتفكر هتتناسب عكسيا مع نمبر اوف ار بي سيز. بمعنى لو الار بي سيز عددها كتير زي في الميل اكتر عشان السكس هرمون اللي هو التستوستيرون، ساعتها ناس كتيرة زحمة لما تقول لهم سيبوا مسافة وترسبوا اكيد المسافة اللي هيسيبوها قليلة، يعني ايه السي ار قليلة في الميل. لكن لما تيجي الوضع في الفيميل كان الار بي سيز عددها اقل، يعني في الافريج 4 مثلا و6 من 10، في الميل كانت 5.5. لما دول يبقوا قليلين وتقول لهم اتجمعوا مع بعض خليكم سيبوني ترسبوا هنا وسيبوا لي مساحة، هيسيبوا مساحة كبيرة. يبقى مبدئيا الاي اس ار تناسب عكسي مع عدد الار بي سيز. فانا لما اجي اشوف اتوقع الارقام الاعلى المسافات الاعلى للفيميل كالاتي: بعد الساعة الاولانية الاقي 5 مللي في الميل 10 مللي في الفيميل، واضح. في الساعة الثانية أكيد الأرقام هتزيد، ممكن تكتب الأرقام مضاعفة وتريح دماغك. تمام، 4 ملي بقت 8 ملي، 10 ملي بقت 15 ملي في الفيميل. خلي بالك الأرقام الأعلى للفيميلز، الأرقام الأعلى للفيميلز. طيب دي النورمال فايز. أنا كدكتور الـ ESR هتهمني في إيه؟ السيجنيفيكانس. والله الـ ESR لو زادت الأرقام عن كده ده انديكيت مور سيدمنتيشن للار بي سيز. طب تقول لي هي الار بي سيز مش بتترسب في الوضع النورمال؟ اقول لك اه، في النورمال ان الار بي سيز بتبقى على الاوتر سيرفيس في نيجاتيف تشارج، فده بيخليها شويه ريبالشن ما يلزقوش في بعض. طيب لو قدرنا نعمل حاجه في البلاد تلغي النيجاتيف تشارج وترسب الار بي سيز يبقى سيدمنتيشن اكتر، اي اس ار هيزيد. طب ايه اللي يعمل كده؟ حاجتين لو هو باث لوجيكال كوز، تيشو دامج برودكت، اي تدمير من الانسجه، الحاجات اللي بتطلع الفاكتورز او البرودكت اللي بتطلع من تكسير الانسجه والسيلز هتمسك في سطح الار بي سيز من بره وترسبها، او يكون في بروتين جديد ظهر في البلاد، او مش شرط بروتين جديد، ممكن يكون بلازما بروتين وزاد عن حده، خصوصا مثلا زي الفايبرينوجين ده ممكن يغطي الار بي سيز يلغي نيجاتيف تشارج يخلي الاي اس ار يزيد. يبقى زياده الاي اس ار في عيان جاي عنده اعراض ان هو في مرض معين، لما تلاقي اس ار زياده ده انديكيت ان في تيشو دامج برودكت. نقطه مهمه بالنسبه لك، بعض العيانين اللي بنعمل لهم اس ار اي عالي يبقى الميكروب اللي موجود او الديزيز اللي موجود دوت عامل تيشو دامج اوريدي، مش كده الاس ار زاد. تمام. طب الموضوع ده ممكن يحصل فيسيولوجيكالي؟ اه، خلي بالك لو انت بتعمل اس ار لوحده بريجننت او اثناء المنستريويشن بيريود، خلي بالك الاس ار هتبقى زياده. ليه؟ انا قال من شويه ان الاس ار بتزيد مع وجود بروتينات في البلازما زياده، البلازما بروتين تصنيعها بيزيد اثناء فتره البريجنانسي والمنستريويشن. طيب ليه الحاله دي؟ عشان طبعا الهرمونز، التغيرات في البريجنانسي والمنستريويشن، الهرمونز الاستروجين اه السكس هرمونز، ساعتها الحاله دي اسمها هايبر كواجولابيلتي، يعني كواجوليشن عالي، وبالتالي فلوتنج فاكتور عالي، بلازما بروتينز عالي، فالاس ار هتزيد. يبقى انت لما تيجي الاس ار وتلاقيها عاليه خلي بالك ده ما يخليكش تحلف ان هو تشوي دامج، احتمال تكون اللي قدامك نورمال بس اثناء البريجنسي، ممكن تكون نورمالي اثناء المنستريشن. عشان كده هي سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك دايجنوستيك تيست، يعني لما الاقي الاس ار عاليه لا يمكن احلف ان ده عنده مشكله، لا ده احتمال تكون بريجننسي انستويشن او تيشو دامج. تيشو دامج ده بدايه من الانفلاميشن والانفكشن اللي جات الكانسر، عادي كله بيعمل تيشو دامج. عشان كده الاس ار نون سبيسيفيك تيست نقطه مهمه، ما تحلفش ان ده عنده مرض معين، هي تقول لك ان في تيشو دامج لكن ايه اللي عمل الدامج، اعمل ستات كمان سبيسيفيك للمرض بتاعك عشان تشخص صح. طيب اللي يهمنا في الاي اس ار رقم مهم، لو انت لقيت الرقم زاد اعلى من 100 طبعا بتمسك العيان تقول انت مش هتروح بيتك، لان انت كده في مشكله من ثلاثه، يا اما تيبركيولوزس السل ده بيعمل سيفير تيشو دامج في اللنج، روماتيك اكتيفيتي بيعمل تيشو دامج طبعا في الكاردياك فالفس وبيعمل كمان عند الجوينتس كارتريج، طبعا اذا ذكر التيشو دامج ذكر الكانسر والمالجنسي هاي تيشو دامج. يبقى اي حاجه يزيد فيها الاي اس ار انديكيت تيشو دامج، اذا لو زاد اعلى من 100 شك في ثلاث حاجات، العيان عنده هاي تيشو دامج.
طيب كلينيكالي انا في المستشفى هستفيد ايه من الاس ار؟ هتستفيد ان انت عرفت ان في تيشو دامج، ده رقم واحد، بس مش هتشخص لك المرض الكوز، مش هقول لك السبب ايه، تمام؟ طب انا هعمل ايه؟ الاس ار عشان تيست بسيط وسعره هين شويه على الناس، فخليناه بنعمله كمتابعه، يعني بيجي واحد او واحده عشان يكون عندهم روماتيك فيفر، بندي العلاج بتاع روماتيك فيفر ويرجع لنا والله بعد شهر كده او شهر ونص حسب الفتره بتاعه العلاج، ونعمل اي اس ار. لما نعمل اي اس ار كمان في الاعاده، لو لقيت الاي اس ار نزلت عن الرقم الاولاني اللي كان جايبني، معناه ان التشو ده مش ابتدى ايه، يعني العلاج بتاعك غالبا صح والعيان ماشي في الطريق الصح والعيان بيخف والمرض بيخف. لكن لو جه في الاعاده ولقيت الاي اس ار رقم زي اللي فات او اعلى او بيزيد، العيان ماشي غلط، الدواء بتاعك غلط، العيان ماشي في الطريق الغلط والمرض بيزيد سوءا، عشان كده تقول له لا وقف، احنا هنغير العلاج وهنغير الكورس بتاعنا بتاع التريتمنت. يبقى الفكره ان الاس ار جود بروجنوستيك تنبؤي، يتنبأ التشو ده مش موجود ولا بيقل ولا بيزيد، يبقى اسمه فولو اب تيست اونلي. خلي بالك هو نون سبيسيفيك تيست نوت دايجنوستيك تيست، لكن هو جود بروجنوستيك تيست.